بعد تفرق المسلمين وهوانهم، تمكن الصليبيون سنة 1099 من احتلال القدس، لكن كما قال تعالى: بعد كل عسر يسرا، بعث عز وجل رجلا ممن صدق فيهم قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ليعيد لهذه الأمة هيبتها، ففتح الله على يده القدس. اصطف الجيش السلجوقي بقيادة آلب أرسلان والجيش البيزنطي بقيادة الإمبراطور رومانوس الثاني، وانتهت الحرب بالقضاء على جيش الإمبراطورية البيزنطية، وأسر إمبراطورها رومانوس الثاني في معركة ملاذكرد. ذاع الخبر في أوروبا، مما سبب هلعاً من غزو مرتقب من الشرق، خصوصاً بعد خضوع بيت المقدس للحكم السلجوقي سنة 1073، فصعب حج المسيحيين إلى بيت المقدس. استغل البابا أوربان الثاني هذا الهلع وقام بشحن الأوروبيين لسنوات، استعداداً لإعلان الحملة الصليبية الأولى. أعلن البابا رسمياً عن الحملة وطلب نفيراً عاماً لكل المسيحيين الكاثوليكيين في أوروبا لهدفين اثنين: إبادة المسلمين واحتلال بيت المقدس. بدأت الحملة بجنود من شتى الدول الأوروبية بسفن بيزنطية عبرت من مضيق البوسفور. استغل الصليبيون فترة الضعف التي يمر منها الإسلام وبدأوا حملتهم. خلال 4 سنوات تمكنوا من الاستيلاء على أراض شاسعة والفوز بعدة معارك، بدءاً بنيقية قرب القسطنطينية التي تم الاستيلاء عليها بعد حصار طويل دام لأيام، ثم معركة دوريليوم التي سحق فيها الصليبيون السلاجقة وأبانت عن قوة وبطش الصليبيين. استمر الحال هكذا ل4 سنوات احتلت فيها أراض شاسعة: الأناضول، فالشام. وصل الصليبيون إلى أبواب القدس وبدأ الحصار. بقيت أسوار القدس صامدة ل38 يوماً، لكن الصمود لم يطل. سقطت القدس، دخل الجنود الصليبيون أبوابها وارتكبوا مجزرة لم تشهدها المدينة من قبل. قتلوا أطفالاً ونساءً، رجالاً وشيوخاً. تم ذبح 70,000 شخص في هذا اليوم المشؤوم. عادت الأمة للجهاد على يد عماد الدين زنكي، الذي أسقط إمارة الرحى الصليبية ورسم بذلك بداية لفجر جديد وأول هزيمة كبيرة للصليبيين منذ نصف قرن. لكن قبل أن يكمل حلمه بتحرير القدس قتل غدرا، فخلفه ابنه نور الدين. حمل نور الدين المشعل وحمل حلم أبيه بتوحيد المسلمين تحت حكمه، فتمكن من توحيد الموصل والشام وشرق العراق. في ظل التقدم الإسلامي شرقاً، قرر الصليبيون مهاجمة مصر التي كانت تحت حكم الفاطميين، فأرسل السلطان الفاطمي رسالة إلى نور الدين يطلب منه العون والمساعدة. لبى نور الدين الدعوة وأرسل جيشاً كبيراً بقيادة أقوى قياده أسد الدين شيركو. التقى الجمعان في معركة انتهت بسحق أسد الدين شيركوه للجيش البيزنطي، واستقبل أسد الدين استقبال الأبطال وعين وزيراً في مصر. لكن شهرين بعد ذلك توفي أسد الدين، فخلفه في الوزارة ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي. كان صلاح الدين قائداً مكتملاً يجمع الشجاعة، الحنكة، والذكاء السياسي، فبدأ بتكوين جيش قوي منظم قادر على دحر الأعداء. رسم هدفاً بتوحيد الأمة ثم تحرير القدس، فحرر مصر وأخرج الصليبيين منها. سنة 1174 تلقى رسالة من دمشق: مات نور الدين زنكي، وبدأت نزاعات حول من يخلفه.
وعندما أيقن صلاح الدين أن الصليبيين يضمرون شراً لدولة الشام المتداعية بعد وفاة نور الدين، قرر ضم دمشق تحت راية الدولة الأيوبية التي أسسها، ثم ضم حماة من الزنكيين، ثم حاصر حلب لأيام انتهت بضمها، فتوحدت الشام ومصر تحت حكم صلاح الدين. في هذه الأثناء كان هناك نزاع عن حكم مملكة بيت المقدس بعد وفاة الملك السابق، مما سبب في ضعف للصليبيين، حيث أن الصليبيين عينوا الأميرة سبيلة ملكة، لكن سبيلة تنازلت عن العرش لزوجها جيلو زينيان الذي لم يكن متفقا عليه. وهنا أحس ريموندو الثالث بالغدر، إذ أنه كان ذكي وهو عقل الصليبيين، فكان أولى من جيلو زينيان بالحكم. وهنا بدأت تضعف المملكة الصليبية، حيث اشتعلت حرب أهلية بين القائدين، وهذا ما فطن به القائد صلاح الدين، وعرف أنه لو حارب الصليبيين في الوقت الحالي فسوف يعيد توحيدهم، فعقد هدنة ليضعف بعضهم ويقوي نفسه في هذه الخمس سنوات. تمكن خلال هذه السنوات من ضم العراق وتوحيد الصفوف، كما أصبح جيشه أعظم عدداً وعدة. بعد انتهاء الهدنة بدأ صلاح الدين استعداداته لإنهاء حملته الكبيرة ضد الصليبيين، فأعلن نفيراً عاماً من المشرق إلى المغرب لباه كل المسلمين. بعد أن علم ريموند بعزم صلاح الدين وبجيشه العظيم، طلب هدنة لإمارة طرابلس، فقبلها صلاح الدين بشرط السماح لجنود المسلمين المرور من إمارته دون مشاكل. قبل ريموند بشروط الهدنة، فأرسل صلاح الدين ابنه مع جزء من جنوده لتحرير الناصرة قرب الخليل مرورا بطرابلس، فتمكن جيش المسلمين من إعادة الناصرة لحضن المسلمين بخسائر قليلة، وهذا ما أثار الصليبيين على ريموند، حيث اعتبروا ريموند خائنا للقضية، ونزاعه مع الملك ليس سببا كافيا للسماح لجيوش المسلمين بالمرور. خوفا على شعبيتي، انضم ريموند إلى جيش الصليبيين في القدس من أجل الاستعداد لقدوم صلاح الدين الأيوبي، وبدأوا استعداداتهم لحماية أسوار المدينة. كان صلاح الدين ذكيا، وعلم أنه من أجل ضمان تحرير القدس عليه استدراج الصليبيين خارج أسوار المدينة، فحاصر مدينة طبرية حيث كانت عائلة ريموند. وصل الخبر إلى القدس، وجن جنون الملك الذي قرر الخروج لإنقاذ طبرية، لكن ريموند فطن لخطة صلاح الدين وطلب من الملك عدم المجازفة بالخروج من داخل المدينة. رغم اقتناع الملك بالفكرة، إلا أن مستشاريه أشاروا عليه بالخروج كي لا يأخذ برأي منافسه على الحكم، مما سيظهر ريموند برداء القائد الحاكم وسيغير ولاء الجنود له بدل الملك. دقت طبول الحرب. تجمع صلاح الدين الأيوبي بجيش ضخم على مرتفعات الجولان، بلغ تعداده حوالي 40,000 رجل، منهم حوالي 12,000 فارس منتظم. قام صلاح الدين بتفقد قواته في تل الأشتر قبل عبور نهر الأردن، كما حصل صلاح الدين على تحالف غير متوقع من الدروز في سراح مولى بقيادة جمال الدين الحاج الذي كان والده كرامة حليفا قديما لنور الدين زنكي. تم تنظيم جيش صلاح الدين على شكل مركز وجناحين، كان جوكبوري يقود يسار الجيش، وصلاح الدين نفسه يقود المركز، وابن أخيه المظفر عمر تقي الدين يقود الجناح الأيمن. أما الجيش الصليبي فتجمع في لاسافوري، وتكون من حوالي 20,000 رجل، منهم 1,200 فارس من القدس وطرابلس، و50 من أنطاكية.
على الرغم من أن الجيش كان أصغر من جيش صلاح الدين، إلا أنه كان أكبر من تلك التي كان الصليبيون يجمعونها عادة. تم توسيع الاستدعاء المعتاد للخدمة الإقطاعية في هذه المناسبة الشديدة الخطورة ليشمل دعوة للسلاح لجميع الرجال القادرين في المملكة. التقى ريموند والملك في عكا مع الجزء الأكبر من الجيش الصليبي. بخلاف الفرسان، كان هناك عدد أكبر من الفرسان الخفيفين وعشرة آلاف جندي مشاة مدعمين برماة الصليب من الأسطول التجاري الإيطالي، وعدد كبير من المرتزقة تم توظيفهم بأموال تبرع بها هنري الثاني مالك إنجلترا. انطلق الجيش الصليبي نحو طبرية مبتعداً عن منبع المياه لاسفوري، وهنا تمت مهاجمته من رماة السهام المسلمين. بحلول منتصف النهار، قرر ريموند تغيير مسار المسيرة نحو ينابيع كفر حطين، لكن المسلمين منعوا وصولهم للمياه، فاضطر الصليبيون للمبيت في الهضاب الجرداء قرب قرية مسكنة دون ماء. طوال الليل زاد المسلمون من إحباط الصليبيين بالصلاة والترانيم وإشعال النيران، مما جعل عطش الفرنجة أشد. وفي صباح 4 يوليوز اشتد القتال، حيث تعرض الصليبيون لهجوم من رماة السهام المسلمين بقيادة جوكابوري. حاول الصليبيون التقدم نحو ينابيع حطين، لكن جيش صلاح الدين حاصرهم وقطع عنهم طريق العودة والتقدم. ريموند نجح في الاختراق نحو بحيرة طبرية، فوجدوا فرقة أخرى تنتظرهم، أسرت وقتلت أغلبهم، ونجا منها ريموند. لكن موقف الملك بات أكثر يأساً، انهارت معنويات جنوده وسقط كثيرون منهم قتلى أو أسرى، وتم أسر الملك أيضا. حاولوا إعادة ترتيب صفوفهم، لكن الفرسان والجنود الصليبيين كانوا منهكين وفوضويين. وأخيرا تمت محاصرة الصليبيين وهزيمتهم في معركة حاسمة. انهارت الروح المعنوية للصليبيين واستسلموا أمام جبروت جيش صلاح الدين الذي انتصر وشكر الله بالدموع فرحا بالنصر. سميت هذه المعركة بمعركة حطين، وكانت مفتاح تحرير القدس. بعد معركة حطين الحاسمة، اختار صلاح الدين البدء بمدن الساحل، حيث حررت جميعها بين يديه في غضون أسبوعين فقط، باستثناء مدينة صور. بعدها توجه صلاح الدين إلى القدس، عاصمة المملكة المقدسة، وضرب عليها الحصار. وصل جيش صلاح الدين للقدس. كان بليانو قد لجأ إلى قلعة القدس، ومن هناك أرسل رسالة تهديدا إلى صلاح الدين، يعلن فيها عن نيته قتل جميع أسرى المسلمين وتدمير المدينة إذا اضطر لذلك. لكن صلاح الدين لم يأبه لتهديدات بليانو، واستمر في حصاره، وتمكن من اختراقها في أقل من أسبوعين. في النهاية أسر صلاح الدين بليانو ورفاقه الصليبيين ودخل المدينة فاتحا. وبعد مرور 85 عاما على الاحتلال الصليبي، استعاد المسلمون القدس. وعلى عكس الصليبيين الذين قتلوا آلاف السكان عند احتلالهم للمدينة، أظهر صلاح الدين رحمة وتسامحا كبير، فقد سمح للسكان بمغادرة المدينة، وبذلك تحقق حلم صلاح الدين بتحرير القدس من الصليبيين. وفي رسالة بعث بها إلى أخيه سيف الدين في اليمن، أعلن صلاح الدين عن النصر. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والإعجاب، ذلك سيشجعنا على المزيد.